جدران سعد من السيارة. أي. سعد من جدران كان من خوياي، كان من زملائي في العمل. يا سلام. نعمل خو. هذه السالفة اللي نبيها صدق. أي نعم، وكنت أنا وياه في التطوير الثالث ورحنا مهمة يم الحساء. أي. في عمل. خذينا فيه فترة هناك. ويوم من الايام جانا سبعان من هالرقيقه وعزمونا، قالوا عندنا شعار وعندنا حفل. احنا شباب انا وياك الحين يعني متحمسين للشعر، بس اهم شيء بس في مناسبه نروح لها. يا سلام. قال وعزمونا، قلت يلا يا سعد خليك جاهز، ترى شوي بنروح المعازيم هذا. مشينا الحسن من اول قدام، الكلام ذا ترى قبل يمكن 1405 او 1406 مبطي شوي. مع الطريق هذا طال عمرك كنا رايحين فيه، عرضنا على القصر اللي عليه لمبات، تعرفون اللمبات القديمه اللي تدل على الزواج خاصه في الشرقيه، حمراء وصفراء وخضراء وحاجات حلوه تدل على فيه. يوم عرضنا عليه قال هو الله يغفر له راعي مزح وراعي تعليق، الله يرحمه، قال اركد اركد. هالحين هذا لا احسب عنك انت اللي موديني لهم، تقول عندهم حفل. قلت لا يا ابن الحلال والله ما اعرفهم هذول، سار وانا في المبرد، ربعنا في الرقيقه باقي دينهم 20 كيلو مدك. انت وينك رايح؟ قال ابد والله يظني ان ذا شو من ربعك، وش رايك تنزلني عندهم؟ قلت الخوي ما يخلي خوي يطلع عمرك، انا ما اقدر اخليك، وبكره وش يفكني من اخويانا ومن اسبيع واكله، بيقول الرجال كب خويه لو يجي عليك اي مشكله وما نبي عندك. قال الحل، قلت الحل طال عمرك نروح نتعشى عند ربعنا اللي عازمينا، وترى وياك تونا شعارك الحين مبتدين ولا حد يمنا، عندهم شعار معروفين اعرف منا منهم سعود بن مغنم الله يغفر له ويذكره بالخير ويحيي، وبن زامل سعود عندهم حمود عندهم شعار وايد. وقلت تدري ان بنجي بس نتعشى ونوجب عزيمه ربعنا، ولو وجبناها لمن كانك صاد خليك عند السياره بس وانا اوديك بعد. قال ابد هجي اللي غسلناك الحين ما فيها الا برحه وايد، تذكرون ما فيك صوره فرح وايد. الله الله برحه وايد. قلت لمن رجعنا من الغسيل عقب العشاء من الوايت خليك على السياره طولي. ولا البدو الحين يسمون الصغيره كلها تاكسي، تاكسي ولا مترم هو تاكسي كابرس كان معي ابيض. قلت بس لما انا خليك عند المتر التاكسي ووديك عم قال نعلق على شيبان عندنا يقول تاكسي وخلنا كل الصغار تاكسي. يلا المهم غسل تعشينا وسلمنا على العرب خذنا عندهم شيء ورحنا نغسل وعين من الخير عقب العشاء واحنا جي معودين. يوم جيت معود اول الصفوف تعرض الاول سعد بينهم اللي يقول خلنا نمشي هنا خير هيض ايه ولا ايش فيك؟ قال يجيك العلم اصبر شوي ماني معلمك الحين بيعلمني بالقصيده الرجال بياكل. قال يا ابن سحمان ما يجهلك مكتوبي والرسالة لقاريها وكاتبها أول الليل نبني في السماء كبري وآخر الليل لا رحنا ولا جينا وآخر الليل لا رحنا ولا جينا. قلت يا ابن الحلال من عرض في العرض بعدك الحين ما نبيد في العرض بالحيل. قلت كل ديرة لها قاضي ومنصوبي، رجعنا الصبح شاعر قدام الناس الرايقة. كل ديرة لها قاضي ومنصوبي والمناصيب ما تترك مناصبها، راعي التاكس وده ياخذ العبري وانت غالي وما يرضيك يرضينا وانت غالي وما يرضيك يرضينا. استمرنا في عرضه. قالوا شيبان جاسي والله يا الله يمين ذال عندهم موضوع سبيل فيها كبري وفيها تاكسي وفيها كلها مغر سالفه ناس الله يغفر له ولكم. هذه حصريه لنا يا ابو نايف. الله الله ينعم ازير علومك ابو علي اختصرنا قصه قصيره.